داخل الحي بابا عمر ينظرون الى المظاهرات السلميه ويعرفون بان هذه الثوره سلميه، واريناهم الجيش الحر وتاكدوا بانفسهم من انهم عسكريين، واريناهم اليوم جثامين اربعه شهداء بينهم ثلاثه شهداء قتلوا تحت التعذيب، صوروا هذا بكاميراتهم، والان نحن نناشدهم لله ان ينقلوا الصوره كما هي. لا نطالبهم، نحن لا نطالبهم بان يتعاطفوا معنا، نطالبهم بان ينقلوا الحقيقه كما هي، ينقلوا الواقع كما هي. شهداء قتلوا تحت التعذيب، كانوا احياء ثم استشهدوا تحت التعذيب في مستشفيات نظام بشار الاسد. الان ها هم اعضاء الملكة. Yes, sir.